كيسي أسرع، أين أنت؟ أليكس من جيد رؤيتك؟ وأنا أيضاً، تفضلوا الكب كيك. يا إلهي، تبدو لذيذة بكل سرور. كيسي، خذي هذا لك. هذا لطيف، شكراً لك. أهلاً وسهلاً، سأخذ البعض لنفسي، لا يمكن أن أقاوم الحلوى. كم أفهمك، أنا أحب الحلويات أيضاً، خاصة المعجنات. هل يمكن التفكير حتى في شيء ألذ؟ أنا بحاجة ماسة إلى تكملة، الكب كيك رائع حقاً، لا أستطيع التوقف، أريد المزيد والمزيد. إيه، هل أكلت كل شيء بالفعل؟ مستحيل، أعطها لي، لديك ما يكفي لهذا اليوم. يا رفاق، ماذا يحدث؟ لا حاجة للشجار، هذا يمكن أن ينتهي بشكل سيء. لا أريد أن أعطيه الكب كيك. لا، لقد أسقطته، هبط مباشرة على وجهي. كم هذا محرج، أنا آسفة كيسي. هناك ميزة واحدة فقط، الكب كيك لي. سنأكل جميعا بسرعة مختلفة، أعتقد يمكننا استخدام هذا. أنت على حق يا أليكس، انظر، لدينا آيس كريم. لابد لي من أكله بسرعة كبيرة. وأنا بوتيرة طبيعية. أنا لست معتادة على التسرع، الوتيرة البطيئة تناسبني. لنبدأ. ألا يمكنك الإسراع يا كيسي؟ دعنا لا ننتظر، دعنا نستمر في تناول الآيس كريم. أنا جاهزة لأكله قبل أن يذوب. واو، انظر أليكس، إنها مصاصة ضخمة على عصا، أحبها. أعتقد أنها أكثر ملائمة للأكل بهذه الطريقة، كم هي لذيذة. حان الوقت لتسريع العملية، أحب الآيس كريم. هيا ميلا، لا أستطيع الانتظار حتى أنتعش أيضا. يبدو أن الجو بارد قليلا، ربما بسبب الآيس كريم. الملعقة الأخيرة، أحتاج إلى تدفئة. ما خطبك يا ميلا، أيمكنك سماعي؟ كيسي، انظري إليها، لقد تحولت إلى تمثال عملاق. واو ميلا، لا تشبهين نفسك، أعتقد أنني سأقوم بتسخينك بموقد الغاز. تحليل الصبر لفترة أطول، المساعدة على الطريق. ماذا تفعل يا كيسي؟ ستضرمين النار بنا، الآن دعي الموقد بعيدا، من الأفضل استخدام مجفف الشعر، إنه آمن. نعم يا أليكس، أنا أتحسن، ذاب الجليد. سعيد لأنني ساعدتك. حان الوقت للتفكير في نفسك قليلا. أنت على حق، أحتاج إلى تجديد قوتي بشكل صحيح. يا له من آيس كريم لذيذ، ماذا لو صنعت قرنا من الآيس كريم؟ متأكد أنها فكرة رائعة. أتفق معك، جربها، يجب أن تنجح. ليس بهذه الصعوبة، متأكد أنني أستطيع التعامل معها. واو، يا له من آيس كريم ضخم. قمت بأفضل ما عندي، أتمنى أن أجربه أيضا. للأسف لا تستطيعين، ربما ستتجمدي مرة أخرى. لا، إنه يسقط، ساعدوني، إنها النهاية. أليكس، كيف حالك؟ هذا مريع. أشعر بقليل من الفوضى، لم يتبقى أثر للآيس كريم. لا، انظر، لا يزال لديك هذا القرن. أتساءل كيف حال كيسي؟ يا رفاق، هل أنتم متأكدون أنه آيس كريم؟ أعتقد أنه سائل جدا، يبدو أنه قد ذاب. حسنا، لنتخيل أنه كوكتيل، أنا متأكدة أنه لذيذ. نعم، لذيذ ودسم، أحبه أكثر من الآيس كريم، والأهم من ذلك يمكنني أن أخذ وقتي معه. يا لها من فوضى. فعلا. لا أستطيع الانتظار لرؤية أطباقنا الجديدة. معكرونة. دعونا نرى بأي سرعة سنأكل. كيسي محقة، لنحصل على البطاقات، سرعة متوسطة. وأنا بطيء. أنا سريعة، مستعدة للاندفاع. لماذا الاستعجال يا كيسي؟ عليك أن تستمتعي بكل لحظة. لكنني جائعة جدا يا أليكس، هيا أسرع، لقد تعبت من الانتظار، سأحصل على حصتي الآن. ما خطب هذه العصي؟ لا يمكنني قطعها. هذا يمكن أن يكسر أسناني. اللعنة، أخيرا نجحت.
ما هذا؟ كيسي، لماذا ترمي العصا علي؟ آسفة، حدث ذلك عن طريق الخطأ، لم أقصد. توقفوا عن إضاعة الوقت، حان الوقت لتناول الغداء. لا يمكنني التقاط المعكرونة، اليوم بالتأكيد ليس يومي. متى سينتهي كل هذا؟ صبري على وشك أن يلفت. كيسي اهدئي، أنت عصبية جدا. أخيرا حصلت عليهم، أعتقدت أنني لن أتمكن من أكل المعكرونة. كم هذا مضحك، غير متوقع. انتهيت، لقد فعلتها، يمكنكم تهنئتي. واو كيسي اهدئي، هذا فظيع، كنا أن نختنق. تفتقرين إلى الأتيكيت؟ أنت مملة. أنا لست مملة، أنا أعرف فقط كيف أتصرف في مجتمع مهذب وراق، وكيف أستخدم أدوات المائدة. أوبس، فشلت في المحاولة الأولى، لا بأس. أوه، لقد سئمت من ذلك. سوف أهدأ وأعتني بنفسي. الأدوات غير مناسبة، يمكنني تناول الطعام بدونها. كم هو لذيذ، لم يكن علي معاناة كل هذه المدة. هذا كل شيء، انتهى غدائي. أنت رائعة ميلا، الآن أنا فخورة بك. أليكس، ألم تلمس المعكرونة بعد؟ لقد فصلت العصي للتو، بالفعل هذا إنجاز عظيم. هيا بسرعة، حان الوقت لتجربتها. ميلا، لدي فكرة، أنا متأكدة أنك ستدعمينها. أنا أفهم ماذا تقصدين، موافقة؟ كنت أن أجرب، نعم نجح. أوه رأسي، احترسي يا كيسي. أنت الملامة. أين ذهبت المعكرونة؟ آسفين. ماذا لدينا الآن؟ لا أستطيع الانتظار لمعرفة ذلك. آه، سمكة نيئة مقزز. لا أريد أن آكله. لكن يجب علينا. سأحاول ابتلاعها في ثانية. لابد لي من تذوق كل هذه السمكة. أنا لا أعرف حتى أي طريقة سأكل بها السمكة، لكن هناك فكرة. يا له من زي رائع ميلا، هل سترين حيلة؟ خمن. شاهد بانتباه، سأغطي السمكة بهذا المنديل. فوالا، لقد ذهبت، معجزة حقيقية. خلاب، أنت ماهرة. هذا يكمل جلسة السحر. يا له من يوم جميل، لا شيء يمكن أن يفسد مزاجي. أوه، من رمى علي هذه السمكة؟ يا له من كابوس. لقد سكبت الكوكتيل الخاص بي، لن تفلت من العقاب، سيتعين علي البحث عن الجاني ومعاقبته. ميلا انظري، السمكة تعود إليك. لقد كنت على حق يا أليكس. لا يمكنك الهروب، عليك أن تأكلي السمكة. فليكن، سأعرض عليك مهاراتي. شاهدوا وتعلموا، سيوضح لكم المعلم كيفية طهي ألذ سوشي في العالم. أليكس، أنت تخيفنا. لا تقلقي، أنا أعرف كيف أتعامل مع السكين. هذا كل شيء، طبقي جاهز، يبدو فاتح للشهية، أتوافقينني؟ هذا صحيح، لن أرفض تجربة السمكة بهذا الشكل. آسف، لكن هذا الطبق لي، سيكون عليك ابتكار شيء ما بنفسك. على الرغم من أنك لن تتفوقي علي، كم هو لذيذ. حسنا، لدي شهية أيضا. أتعلم ماذا؟ لقد أعطيتني فكرة رائعة، سوف أطبخ السمك أيضا. أحتاج أولا إلى قطع قطعة صغيرة. انظر، أنا أتعامل مع السكين مثلك. حسنا، إنه جاهز. الآن أنا بحاجة لإشاوي السمكة، للقيام بذلك يمكنني استخدام موقد الغاز. من الجيد أنه مفيد جدا لي وقريب. أنت تحرزين تقدما يا ميلا. شكرا جزيلا لك، مذهل، نجحت. مبروك يا ميلا، أتمنى لك وجبة شهية. شكرا جزيلا، بالتأكيد لن أقول لا لسمكة كهذه. انظر فقط، إنها مقرمشة وطرية في نفس الوقت، فقط يذوب في الفم، روعة. من الواضح أن لديك موهبة الطهي. لقد كنت أن أحصل على سمكتي، امنحوني المزيد من الوقت، سأجربها. فو، مقرفة، كان يجب أن أؤجل هذه اللحظة إلى أكثر من ذلك. نعم، ليس هناك أسوأ من الأسماك النيئة. لا أصدق عيني، إنه صبار. لسوء الحظ بصرك لا يفشل ميلا.
دعونا نرى البطاقات. لدي سرعة متوسطة وخاصتي بطيء. سريعة، من الجيد أنني سأتعامل مع الصبار قبلكم. اسمحوا لي على الأقل أن أبدأ. كيسي ميلا، لا أعتقد يجب أن نزعجه. ابدأي أنت. على حق يا كيسي، حان الوقت للتعامل مع هذا. أو لا أنسي، لقد وخزني رهيب. يجب أن تكوني أكثر حذراً. شكراً على المساعدة. لن أسمح لهذا الصبار الغبي أن يخدعني مرة أخرى. سأقطع كل الأوبر الآن. ليكن صديق السيف الذي في يدك يخيفني قليلاً. لا تقلقي، أنا أعرف ماذا أفعل. هل رأيت كم أنا رائعة؟ تعال إلي أيها الصبار الشائك، سوف أقطعك إلى قطع صغيرة. هذا أفضل، دعونا نرى. مذهل، لقد قمت بعمل رائع، والأوبر ليست موجودة على الإطلاق. الآن يمكن التجريب، يبدو آمناً نوعاً ما، لكن لا طعم له. لن آكل الصبار مرة أخرى، إنه مر جداً. هناك القليل من القطع متبقية، لابد لي من الانتهاء. وجهك متشنج ميلا. دعونا نرى ماذا سيحدث عندما تجربين. شكرا لتذكيري. أولا أهم شيء هو أن أهدأ. كم هو مؤلم إصبعي. ربما لم يكن علي أن ألمس الصبار بيدي. أنا بحاجة ماسة للتفكير في شيء ما. لدي فكرة، فقط سأنفخ الأوبر. نجحت، خطتي نجحت. هل ترى يا ميلا؟ حقا رائع، انظر يا أليكس. الآن يمكنني أخيرا أكل الصبار. يبدو أنه ليس بهذا السوء. سأجرب أخذ قضمة. لا يوجد شيء مرعب، أنا فقط أحبه. رهيب، لا أفهم كيف تأكله. ربما أنا جائعة جدا. لا، لقد أحسست بالطعم الآن. لا يجب أن أكل كل شيء مرة واحدة. أخبرتك يا كيسي، انظري أليكس الآن سيلمس الإبرة. كم هذا مؤلم، صبار غبي. إذن ماذا يجب أن أفعل؟ فكرة، انتظروا لحظة، أحتاج إلى مقص لقطع كل الأوبر، فقط أعطوني بعض الوقت. أليكس، نحن ننتظر منذ وقت طويل. عيني تغلق، أريد أن أنام. دعينا نساعده قليلا. فكرة عظيمة يا كيسي، أنا أدعم هذه الفكرة. هيا بنا، الآن سوف نتخلص من كل هذه الأوبر. انظر كم نحن رائعون، أحب العمل الجماعي. أليكس، يمكنك تجربة الصبار الآن. لا شكر على واجب. هذا لطيف، أنتم أصدقاء حقيقيون. بالتأكيد لم أكن ليفعل ذلك بدونكم. هيا أقدم. أنا آسفة، لكن علي أن أفعل ذلك. يا له من رهيب. لقد مررنا جميعا بهذه التجربة. بأية سرعة تحبون الأكل؟ قولوا لنا في التعليقات، وأراكم قريبا. إلى اللقاء.